أكثر عن مباريات الليغا، ينضم إلينا من برشلونة حسين الناجي الصحفي الرياضي. أهلا بك سيد حسين. إذا يستضيف برشلونة المتوج باللقب فياريال الليلة، وذلك سعيا وراء إنهاء الموسم دون أي هزيمة. كيف تتوقع إذا سيناريو المباراة؟ حقيقة مثل ما أسلفت حضرتك، اللقاء سوف يكون لقاء روتيني بين برشلونة وفياريال، وسوف يلجأ حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو بالفيردي مدرب برشلونة إلى نظام المداورة، حيث من المؤمل أن يشترك ديمبلي، كوتينو، راشيتيش، باولينيو وسيميدو، إضافة إلى ديغنيفي في الدفاع. هذه التشكيلة تشهد تغييرات كبيرة في تشكيلة برشلونة، إضافة إلى إعطاء فرصة لديمبلي لإثبات نفسه. كذلك من جانب فياريال الآن لديه مشاركة أوروبية، يحتاج إلى تحقيق ثلاث نقاط من مواجهاته الثلاث حتى يضمن مقعد أوروبي. إذن الفريقين سوف يلعبان بصورة مريحة، المباراة تكون مريحة بالنسبة لهم، وسوف نشهد أداء أعتقد مباراة بدون ضغوطات. نعم. طيب بالحديث هنا عن الجانب الآخر الذي هو بالطبع الفريق الملكي ريال مدريد الذي سيحل ضيفا على إشبيليا، هل ترى أن تفكير الملكي في نهائي أبطال أوروبا سوف يؤثر على سير المباراة؟ الملكي بحاجة للانتصار معنوي حتى يذهب إلى نهائي الأبطال، وهو يحمل في جعبته المركز، ينافس على المركز الثاني في انتظار أن يخفق أتلتيكو مدريد. إذن الملكي بحاجة إلى هذا الفوز حتى يرفع معنوياته للنهائي الأوروبي. أما من الجانب الآخر إشبيليا فلديه مدرب جديد وفي ملعبه ملعب صعب جدا، إذن إشبيليا مرشح للفوز أكثر من ريال مدريد. طيب شهدت السنوات القليلة الماضية إخفاق ريال مدريد محليا مقابل تألقه الغير عادي أوروبيا كما تعلم، هل ترى أن تتويج بلقب الشامبيونز ليج هو كافي لأنصار المارينجي؟ أعتقد أنصار المارينجي يكتفون في هذا الموسم بلقب الشامبيونز ليج ليس لقب سهل، لقب كبير، لكن مسابقة الشامبيونز ليج تختلف بشكل كبير عن مسابقة الليغا. عانى هذا الموسم بالذات ريال مدريد من عدة أسباب. أول هذه الأسباب هو المهاجمون التائهون، حيث تذبذب مستوى كريم بنزيما وغارث بيل أثر سلبا على تسجيل الأهداف والفوز، كذلك الإصابات التي ضربت الفريق، إضافة إلى دكة بدلاء فارغة حيث لم يدخل السوق ولم يتعاقد مع لاعبين جدد هذا الموسم، إضافة إلى خطوط دفاعه كانت وهنة هذا الموسم ولم تشهد تسجيل العديد من الأهداف. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا الحديث عن مباريات الليغا من برشلونة حسين الناجي الصحفي الرياضي وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك.